انا عايزة حد نجلي يرجعلي، ماليش طالعة من اوضتها الا لما حد نجلي يرجعلي عشان هي تنام في تربتها مرتاح، وانا بالي يرتاح. انا كمان انا من يوم نجلي ما مات، ولا اكل ولا شرب ولا نوم، ازاي ما انا كده يا دوبك مرة حصلني وارجع تاني في الأوض، مش جاية أشوف أنت في البيت إلا مكان نجلة، رباعة قلت لك ليه؟ الجوار بتاعها المفروض اللي هي ابني كانت الخطوبة بتاعت حرمتنا منها، يعني لا تنحرم من نسمة الدنيا المجرمة هي واللي معاها. أنا عايزاهم التلاتة إعدام، ما يكون ليش فيهم واحد قصر أبد، لازم التلاتة ينعدوا، لأن اللي بيقول عليه قصر ده هو اللي خلص على بنتي، هو اللي خلص عليه. عشان إيه؟ عشان خصم من الجني، كانوا يجي ياخدوا منه خصم من الجني ويسيبوه، كانوا ضربوها على دماغها وسابوها وقتلوا ما عايزينه منه مش يخلصوا عليه. المجرمة بعد ما قتلوها وعرفوا ان هي ماتت بيغزوها في رجليه وقلعت عينيه، المجرمة اللي ما عندهاش دين ولا رحمة كلك بعد ما ماتت بضربوا فيه وضربها في رجليه. يعني من ساعة ما سمعت الكلام ده والنار وقلبي متقطع من جوا عشان خاطر هي عملت لها ايه؟ ده كانت ما بتستحملش فيها اي حاجة، اي حاجة حلوة كانت بتجيبها لي المخفية، ده مش قادرة اجيب لي سريتها على لساني. قال لها هي مجرمة وبس، مجرمة مجرمة اللي عملت في بنتي كده، هي والمجرمين قرايبي، قرايبة الاثنين يعني ثلاثة، ثلاثة مجرمين عملوا بنتي اللي ما انعمل، وهي قاعدة في شغله عمرها ما جابت أي مشكلة مع أي حد. قال لها كل الخير تعمليه يا نجلة للغريب والقريب، اي حاجة حلوة يا نجلة، انت كنت عزولة يا نجلة، سكرة يا نجلة. ليه ده صح انت ديت المجرمة؟ صح انت المجرمة ليه يا نجلة؟ صح انت يعني خدت حياتك يا نجلة، خدت الوردة المنورة بتاعتي يا نجلة. ليه يا نجلة صاحبتيها المجرمة دي؟ ده كانت مجرمة، ده مجرمة عالمية يا نجلة، ده رأي مسكينة ما عملوش كده، كانوا بيكتبوا نفس ويسبوه، إنما دي عملت فيك اللي ما ينعمل يا نجلة. رحتي يا نجلة في شربة مية يا نجلة، خدتك مننا يا نجلة، بس انت تعبان، انت مش تعبان، سالعة من القضاء لما انت يحكم عليهم تعبان يا التلاتة، ما حسن، يقوليش واحد صغير فيهم، لا تعبان يا بنت، التلاتة لازم ينعدموا عشان نرتاح. بص يا استاذ، بص شوار العروسة الحلوة، بص يا استاذ، بص الشوار الحلوة يا استاذ للعروسة، بص صورها يا استاذ، الوردة المبلورة الحلوة دي يا استاذ، بص وردة كفر الدوار يا استاذ، ما بتعملش الا الحاجه الحلوه كلها يا استاذ، عمرها بتعمل حاجة والله. ما عمرها ما عملت حاجه وحشه في حد، وكانت تحب الخير كله للناس، ما عملتش حاجه وحشه في حد ابدا، ولا غريب ولا قريب يا استاذ، وكانت تحب الاطفال وتحب الناس كلها، والناس كلها تشهد بكده يا استاذ، والله والله ما عملت حاجه وحشه والله في عشان حد. انت تعبانة بالراحة، انا ماليش تعبانة. عامل هذا لما يقولوا لي حكموا عليهم، انا هيشيلوني كده ويودوني المحكمه السلام عليكم ورحمة عشان اسمع صوت الحب وارتاح، وشالوني حكمت عليهم الاسبوع اللي عندهم، قلت لهم ودوني النجلاء ودوني، وما كنتش عايزه نيجي، وقحت منهم برضك هناك، وقعت ومش عايز اجي من عند نجلة، انا مش عايز اجي من عند نجلة، وانت تعبانة من يومي
يا رب ربنا لا اعلم بيها يا نجلاء، ركبت معاك وانت متمدده يما، ركبت معاك بالاسعف وانت ممدده يما، ما كنتش عايز اشوف اليوم ده، انا كنت عايزك تاخد عزايا يا نجلاء مع اخواتي، كنت عايزك تاخد عزايا يا نجلاء مع اخواتي، ما كنتش عايز انا اشوف اليوم ده يا نجلاء، ابدا ابدا يا نجلاء، ابدا لا لا ابدا يا لا نجلاء، أمي والله راحت. ما كنتش عايز اشوف اليوم ده يا نجلاء، ورثوني لا يا بنتي، ورثيني اليوم ده لا يا نجلاء، بدل انا ما واقف في فرحك يا نجلاء، وقفت في جنازتك يا نجلاء، وقفت في جنازتك يا نجلاء، انت حاسه بيا يا نجلاء، مش عايزه مش بس تعبان، لا لا مش مش عايزة بس معاك، شوية تعبان يا مش حبيبي، عايزة مش بس تعبان يا حبيبي، بس كفاية بس كفاية يا بس محمد، كفاية أنا عايزة وأشوفهم الثلاثة عشان أرتاح، بس خلاص. هنرتاح لما أنا عينهم الثلاثة، والله ما هرتاح لا، يا رب، أنا عاوز منك طلب، يا أنا رب عاوز منك طلب، يا وأعرفي محمد رسول الله. أعرفي إن بنتك شهيدة. عارفة يعني إيه شهيدة؟ يعني إيه عملت لك منزل في الجنة، وعاوزك تقر عينك، ومحمد ابنك وسعيد ابنك وشيماء بنتك، هم دول اللي هيبردوا قلبك وهيبقوا كلهم جنبك، وإحنا كلنا جنبك. مش عايزك، انا مش عايزك تعيطي ولا، نجلاء والله البنورة العظيم يا انت أستاذ، نجلاء البنورة، ما كانتش تستعمل فيها شكة الشوكة، آه يا نجلاء، آه يا نجلاء، يا نجلاء تعبت قلبي، تعبت قلبي من يوم ما رحت يا نجلاء، في حاجة انت عايز، انا مش عايز اطول عليك كتير عشان ما تعبكيش. أنا عايزاهم، مين عايزهم الثلاث؟ الثلاثة ما يقولوليش وهم واحد صغير، ان شاء الله. عايزاهم الثلاثة، هنا طب عايزاهم انت عايز ايه اكتر من كرم ربنا ان هي ميتة شهيدة وان الناس الحمد كلها لله، بتتكلم بيها؟ الحمد لله، بس قضيتها غدر يا معلش أستاذ، معلش قضيتها غدر، وما كانتش يعني كانت اللي في إيديها مش ليها، اللي هي ديت المجرمة دي، المجرمة دي، ده الكاب اللي جيت لي ده بيه كان كام نجلة جايبه لها عشان اما تنزل الشمس كانت تاكلها وتاكل اللي خلفوها كمان طب انا يا رب. عاوزك تسمعي، عاوزك طب انا عاوزك تسمعي، عايزك تسمعي الراجل الطيب اللي داخل يعزيكي ده. اسمعي بس، عاوزك تسمعي الكلام الجميل اللي هيتقال لك ده. ايه يا عم علي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم علي، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. أختي يا نعم ستي وتاج راسي، نعم ربنا يبارك في عمرك يا رب، وتسيبها عند الله شهيدة وهي طاهرة وأنت من الطاهرين. أختي الفاضلة، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبك من فوق 7 سماوات ويقول لملائكته: إذا مات ولد عبدي، قال للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول رب العباد من فوق 7 سماوات: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ألا ترضين؟ ألا الحمد ترضين؟ لله، الحمد لله، راضي راضي الحمد والحمد لله، لله، راضي راضي الحمد لله رب راضي العالمين. على ربنا، راضي راضي، أختي، نعم أختي ادعي لها بالرحمة. الله يرحمه ويسامحنا ويجعلها في الجنة ونعمة يا رب، اللهم آمين. نجلاء وهذا نجلاء يكفي. أنت عارفة إن أنت بتزعليها ببكاكي، لأنها هي في مكان أحلى من المكان اللي إحنا فيها. النهارده دفعتي ما نشفتش، بكرهها على طول، بكرهها، ما بنساش، ما بنساش، ستي وتاج راس أخوكي، ستي وتاج راس أخوكي،
ميت ده انت بتزعليها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، كوني من الحامدين، من الذاكرين، من الشاكرين. وانت اهل لذلك يا اختي، انت اهل لذلك. انت بتزعليها لان هي في مكان احسن من البيت واحسن من المكان اللي انت فيه. غصب عني والله، والله غصب عني. هي في الجنه، هي في الجنه يا اختي، وبنت نعمه الله شهيده، وبنتك شهيده. ويجازي اللي كان السبب يا رب، الله يجازيهم يا رب وياخذوا عقابهم. ان شاء الله كل انسان بغى هياخد عقابه، كل انسان ظلم هياخد عقابه، كل انسان قتل هياخد عقابه. كوني من الحامدين الذاكرين الشاكرين. ان شاء الله مش حتى حلم منها، لأنها لها بيت في الجنة يسمى بالحمد، ولك مثله. الحمد لله، ولك مثله بالصبر والحمد، والله لك مثله، وهي شهيدة عند الله في الجنة. أختي أراك على خير، والحمد لله رب العالمين. البكا لا يفيد بشيء، لأن هي في مكان أحسن من مكاننا. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك ألف حمد. ربنا نولها الشهادة، ربنا بلغها الشهادة، وبلغ أهلها الجنة إن شاء الله بالصبر. بيت 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 يبنى بيت لكم خصيصا اسمه الحمد، بيت الحمد. ربنا يا اختي يصبر قلبك يا روحي يرحل انت يا اختي، ربنا يصبر قلبك. حاسس بيكي، حاسس بيكي، بس هي في مكان احسن من اللي احنا فيه. هي شهيده في الجنه ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. ولك مثل الاجر، لانك ربيتي وعلمتي واحسنتي، انت وابوها اخويا نعمه الله. الحمد لله رب العالمين. اختاري بيتك في الجنه يا اختي، لا للبكاء، لا للبكاء، ارجوكي ارجوكي. وان شاء الله نحتسبها عند الله شهيده، وانتم اللاحقون بها في الجنه، انتم اللاحقون بها في الجنه. لك بيت مثلها يلقب ويسمى بالحمد. ربنا يبارك في عمرك يا أختي، اترحمي عليها، اقري لها القرآن، احمدي ربنا إلى إنك تنالي الشفاعة، ويكون لك بيت في الجنة إن شاء الله بجوارها. كان نفسي أنا أروح بدلي، أستاذ أحمد الشبكة عندك ضعيفة يا أخويا، ولا هي مش سمعاني؟ أختي مش سمعاني. سمعك يا معلم. سمعك يا معلم. سمعك يا معلم. وربنا يجيب لنا حقنا يا رب. يا رب يا رب إلهي يا رب. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. بالله عليك يا جماعه، ادعوا لوالده نجلاء بالرحمه، ادعوا لوالده نجلاء ان ربنا يشفيها وان يصبرها ويكون رحيم بيها باللي هي فيه ده، هي واخواتها وعيالها والحاجة نعمة الله وأولاده. أنا بنت ولدت ما حسدتش بيها، ولا خشت لها ولا حسدت بيها، وبنتها راحت ما حسدتش بيها، مش قادرين يقولوا لي برضك عشان ما يزعلنيش أكثر من كده، عشان ما يزعلنيش أكثر من كده. ربنا يلحقنا بيها في الجنة، ربنا يلحقنا بيها في الجنة يا أختي. ربنا يصبر قلبك، ربنا يصبر قلبك، وهي عروس الجنة إن شاء الله.
هي عروس الجنة إن شاء الله. أخويا أحمد الصوت مش واصل. شكرين يا أم علي. أخويا أحمد. أنا بس هخرج من المكان اللي أنا فيه هو كده. خليك معايا يا عم علي، خليك معايا. في حاجة عاوز أقولها. تحت أمرك. عايز أقول إحنا أولادك يا حاجة، بالله عليك ما تبكي. يا حاجة أشكر الناس اللي بتبكي بالله عليك. حبنا كلام. مقالنا سبحان الله. أشكركم كلكم. إحنا احنا خدامينك والله. وعنبوس راسكم كلكم بس لا تحكينا كلاي. حقيقي والله. والله حقيقي. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرابط على قلبك بالصبر والسلوات. الله يصبر قلبك. الله يصبر قلبك. الله يصبر قلبك. الله يصبر قلبك. ربنا يرابط على قلوبكم بالصبر والسلوان. الله يعينك يا نعمة الله. الله يعينك يا نعمة الله. الله يعينك يا اخويا. بس عم نعمة الله ولا بالله. بس عم نعمة الله. يلا بينا تعال نطلع بره. يلا تعال تعال. يلا يلا عمنا عم طلعوا لنا حجة. حجة عم طلع. حجة بالله عليك توحد الله. الله يرابط على قلبك الصبر والإيمان. والله إحنا جينا وسيط بقلبنا وبعد. طب بالله عليك توحد الله. الله يصبر قلبك. الله يصبر قلبك. بالله عليكي انا بعتذر جدا طبعا ليك. والله انا جاي اوصيكي بس لا اكتر ولا اقل. الله يصبر قلبك. والله حقيقي يا ماما. والله حقيقي. الله يصبر قلبك. الله يصبر قلبك. وحد الله بقى مش عايز اسيبك كده. مش عايز اسيبك واخرج وانت كده. بالله عليك. الله يصبر قلبك. ماشي حاجه. الله يرابط على قلبك بالصبر والسلوان. ربنا يرحمها.